اهلا بيكم وحلقه جديده وصباح الخير يا مصر، واهلا بيكم في اول ايام الشهر الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنصبح عليكم في مواعيدنا الجديده طول شهر رمضان من الساعه 8 للساعه 10 كل يوم، وعندنا حاجات جديده ان شاء الله هتبسطكم. قبل ما نتكلم عليها لازم اصبح على مصطفى واقول له صباح الخير وكل سنه وانت طيب يا مصطفى. سنه طيبه يا منى، وكل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. اول يوم في شهر رمضان الكريم، يا رب يا رب يبقى شهر يمر سريعا بكل خير وبكل سعادة، وربنا يتقبل مننا في كل الأعمال في هذا الشهر الكريم. خلينا في البداية نبدأ كده سريعا بحاجة ربما هتبسط كل الناس، وخصوصا الناس اللي بتحب النوستالجيا اللي هم جمهور صباح الخير يا مصر، الناس اللي بتحب تسمع فوازير نيلي وشريهان، فوازير سمير غانم، فوازير عمو فؤاد. علشان كده احنا في صباح الخير يا مصر مجهزين لكم فقرة هتفكركوا كويس جدا بهذه الايام الجميله، زمن الفن الجميل. احنا كل يوم عندنا فزوره، فزوره من الفوازير الحلوه، والنهارده هنبتدي بملك التلقائيه سمير غانم اللي متعنا طبعا على مدار سنين طويله، وقدم لنا من ضمن الحاجات الحلوه اللي عملها فوازير رمضان. كان من بين هذه الفوازير اللي عملها الفنان سمير غانم كانت فوازير بتتكلم عن الشخصيات. الشخصيه اللي اخترناها النهارده كانت بطله الحكايه كلنا كنا بنسمعها في الراديو. الحب لحن جميل يتغنى من قلبين، والقلب لما يميل يهنى لسه كمان يهنى بالعين. ان شاء الله تكون مبسوط. مبسوط؟ بعد ايه اللي حصل؟ وامك دعيالك يعرسنا؟ انا عايز اعرف مين اللي عمل فيا سعادتك عاوز حاجه مني ولا اروح انا؟ انا راح اجيب طرشي. طرشي يا ريس. المركب دي راح على فين؟ دي راح يا ابني بلاد لواء لواء. طب خدني معاك الله يخليك. وانت ليك ايه يا ابني في الوقوة؟ انا بصراحة ماليش، بس بعد اللي شفته الليلة دي ما اقدرش ارجع بيتنا ابدا. خدني معاك الله يخليك. نط في المية. هنط ازاي؟ ما تبقاش عيل، ما تيجي تاخدني. هتنط ولا نمشي؟ هنط هنط. بريلا بريليلا عاوزين مين؟ بريل انت عاملين كلانت هوبل؟ انا غلبان وعايز حق التذكرة ارجع مصر. حق التذكرة ارجع بيها مصر. ما تقول يا انت اهبل يالا، ايه اللي بتعمله ده؟ انا ماسك نفسي، انما لو قعدت هطيح فيكوا لحظة يا بيبي. عدو ولا حبيب؟ يا نهار اسود. لا حبيب حبيب، انا عدو ليه؟ شوف سعادتك جايب لك ايه؟ والله وما اسف. تاج هي دي الفوازير اللي هنتابعها معاكم النهارده، او دي فزورتنا اللي موجوده معانا النهارده. مستنيينكم بقى النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، على صفحتنا على فيسبوك وعلى انستجرام، تقولوا لنا حل الفزوره على مدار الحلقه، وان شاء الله قبل نهايه الحلقه هنقول الحل. صبح عليكم مره ثانيه ونروح نصبح على هاله على طول. ونروح نصبح على هاله على طول. صباح الخير يا هاله. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا منى. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اهلا بحضراتكم. صباح الخير، وصباح الخير والبركه ورمضان كريم عليكم كلكم. خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس في اول ايام شهر رمضان المبارك. النهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، في فرص امطار خفيفه على فترات متقطعه على مناطق من اقصى غرب البلاد، كمان في شبوره مائيه الصبح قد تكون كثيفه احيانا على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى
والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 27، أعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 34، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 20 درجة. طبعاً هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. وفي جولة المحافظات معانا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها طرح دواجن بسعر 74 جنيه في راس غارب في البحر الأحمر، وتحليق 55 رحلة بالون طائر على متن 1500 سائح في الأقصر. كمان أيضا امبارح في أخبار المحافظات كان في افتتاح فرع للمجلس القومي للمرأة في محافظة بني سويف، وكان في تسليم دفعة جديدة من اللحوم تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسوان، وأخبار تانية كتير من محافظات أخرى هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. البداية من الدقهلية اللي تم فيها استلام الدفعة الأولى من سلة الغذاء بإجمالي 2500 سلة مواد غذائية لتوزيعهم خلال شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة. في شمال سيناء تم تنفيذ برنامج ورش عمل للفتيات لتعلم فن تطريز الثوب السيناوي وصناعة فانوس رمضان. في بني سويف تم افتتاح مقر فرع المجلس القومي للمرأة، وده في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وبالتزامن مع أعياد الأسرة والمرأة المصرية، بيضم كمان العديد من الإدارات بجانب مكتب لبرنامج الادخار والإقراض ومكان لوحدة إنتاجية مشغل لتدريب السيدات والفتيات على المشغولات والملابس. في البحر الأحمر أعلنت الوحدة المحلية لمدينة راس غارب طرح دواجن بيضاء من إنتاج المزارع التابعة للمدينة بجميع المنافذ بسعر الكيلو 74 جنيه طوال شهر رمضان الكريم لتخفيف الأعباء عن أهالي المدينة ومحاربة الغلاء. في أسوان تم استلام دفعة جديدة من صكوك الإطعام والأضاحي تقدر ب 2 طن لحوم تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً والفئات المستحقة لمشروع تكافل وكرامة. وخلال الفترة اللي فاتت تسلمت المحافظة 5 دفعات من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 10 طن من اللحوم، واللي تم توزيعها على الحالات المستحقة ضمن مبادرة حق المواطن. في الأقصر انطلقت أكثر من 55 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1500 سائح من حول العالم، وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية اللي بيتوافدوا على رحلات البالون بصورة يومية مع تحسن حالة الطقس في الأيام دي. في الإسماعيلية تم توفير 3000 شنطة رمضان بسعر 95 جنيه للوحدة بدلاً من 135 جنيه بمعرض أهلاً رمضان الرئيسي بحديقة الشيخ زايد. في البحيرة أعلنت مديرية الشباب فوز طلائع البحيرة بالمراكز الأولى في ختام مسابقة كنوز مصرية، واللي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 5000 طليع من 140 فرقة فنية بالمجالات المختلفة. في الغربية تم تنظيم معارض لتوزيع أثاث منزلي وأجهزة كهربائية وملابس جديدة على 575 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بعدد من القرى، وده تزامناً مع شهر رمضان المبارك. الخبر ده ربما يهم جدا عشاق دولة التلاوة المصرية. السنة دي كل يوم في شهر رمضان قناة الحياة هتنقل بث مباشر لشعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد الحسين. هذه الشعائر هتكون بصوت كبار القراء المصريين. امبارح ربما كانت أول صلاة تراويح في الشهر الفضيل، وأم المصلين فيها الشيخ الدكتور أحمد نعينع. تصدرت شبكة تلفزيون الحياة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وده خلال الإذاعة الحصرية لصلاة العشاء والتراويح في أول أيامها من مسجد الإمام الحسين. قال محمود التوني رئيس شبكة تلفزيون الحياة إن النجاح ده اتصدر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لتلبية مزاج المشاهد المصري اللي بيحب المدرسة المصرية في التلاوة. يعني رمضان يعني صلاة التراويح يعني نزلنا وزيارة آل البيت يعني التجمع يعني الأنوار اللي موجودة طبعاً. ربنا يجعل دايماً أيامنا حلوة وأيامكم كلها احتفالات وأيامكم كلها بركة. ما تنسوش الفوازير بتاعتنا اللي عرضناها معاكم في بداية الحلقة، مستنيين منكم نعرف الحلول. صحيح. دلوقتي خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. خليكم معنا.
ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة. كمان عندنا ماتشات كتير هنتابعها وهتتلعب في افتتاح الجولة الأولى من تصفيات الأمم الأوروبية وحاجات تانية كتير هنتابعها دلوقتي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيكون آخر موعد لاستلام مصروفات الحج من الفائزين بالقرعة في جميع فروع البنوك الوطنية ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية. النهاردة هيعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمر صحفي الساعة 9:30 بالليل باستاد الدفاع الجوي للحديث عن مباراة ملاوي اللي هتتلعب بكرة الساعة 9 في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار. وهيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غداً لمدة 15 دقيقة بداية من الساعة 10 مساءً. النهاردة والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الافتتاحية لتصفيات الأمم الأوروبية، أهمها لقاء منتخب إيطاليا مع منتخب إنجلترا الساعة 10:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب فنلندا. أهلا بكم مرة تانية ونظرة مفصلة على أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار وكل سنة وحضرتك طيبة. رمضان كريم. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير يا رب، والله أكرم على الجميع ورمضان كريم على الجميع يا رب. طمنينا بقى أخبار الطقس إيه النهاردة؟ احنا طبعا اليوم مع اول يوم رمضان في ارتفاع طفيف في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه، وده بسبب تاثرنا بمصادر كتل هوائيه صحراويه فبتؤدي لارتفاع درجات الحراره خلال فتره النهار، لكن في وجود سحب منخفضه ومتوسطه وايضا عاليه هتحجب جزء من اشعه الشمس فمش هتساعد على الارتفاع الكبير في درجات الحراره، عشان كده احنا بنقول ارتفاع طفيف في درجات الحراره. عظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع ما بين 26 و27 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي خلال فترة النهار هنحس بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، جنوب سيناء وشمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء نقدر نقول مائلة للحرارة الحارة في جنوب الصعيد، ده خلال فترات النهار. نأكد أن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون في اختلاف بين فترة النهار وفترة الليل، صغرى فترة الليل بتكون ما بين 15 و16 درجة مئوية، هتظل فترات الليل أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية بالفعل، وهنا هنحذر لأن احنا كلنا بنحب نخرج بعد الفطار وبنصلي تراويح بره البيت. أنا كنت لسه هسأل حضرتك لأن الناس عادة بعد الفطار بتنطلق بقى ويعني ممكن أوقات متأخرة من الليل الناس اللي بتحب تتسحر برا، فكده بالليل الجو هيكون شوية مائل للبرودة النهاردة. بالضبط، أجواء فترة الليل هتكون أجواء باردة على أغلب المحافظات خاصة ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر، فاحنا حتى لو خففنا الملابس فترة النهار لازم فترات الليل نحافظ على الملابس الشتوية، يكون معانا قطعة ملابس إضافية نرتديها لو حسينا أكتر بانخفاض درجات الحرارة. كمان اليوم مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب محافظات الجمهورية في فرص لسقوط الأمطار، الأمطار اليوم أمطار ما بين الخفيفة للمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية. النهاردة يا دكتور منار الأمطار ولا بكرة؟ لا الأمطار اليوم وفي بكرة كمان، بس أمطار اليوم هتكون أمطار خفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة لبعض المناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وقد تصل فرص أمطار خفيفة أيضا للقاهرة الكبرى، لكن كل أمطار اليوم أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. متوقع أن بكرة إن شاء الله الجمعة خاصة من مساء يوم الجمعة تكون في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لأن هيكون عندنا تقلبات جوية واضحة خاصة في سقوط الأمطار، لأن هنتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر أو امتداد منخفض السوداني الموسمي، منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، فهيكون في أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. يعني أجواء شتوية يوم الجمعة، دي الجمعة والسبت يا دكتورة منار ولا الجمعة بس؟
الاجواء الشتويه اكتر هتبقى السبت، لان يوم الجمعه هتكون درجه الحراره لسه ما انخفضتش. يعني احنا متوقع غدا الجمعه ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى 25 درجه مئويه. الامطار تبدا على السواحل الغربيه امطار ما بين المتوسط والغزير، تبدا مع فترات الليل تتقدم للقاهره الكبرى ان شاء الله ومحافظات الوجه البحري، وهتستمر معانا يوم السبت وتشمل بقى المحافظات الشرقيه اللي في شرق جمهوريه مصر العربيه. الامطار ما بين المتوسط والغزير والرعدي الجمعه والسبت، يعني هتبقى الجمعه مساء الجمعه الجمعه بالليل يمكن احنا نحس بيها في القاهره الكبرى او المحافظات الداخليه، الجمعه بالليل حتى مساء يوم السبت ان شاء الله. فناخد بالنا من القياده على اغلب الطرق، لان كميات الامطار زي ما بنقول ما بين المتوسط والغزير، فممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق بسبب طبعا سقوط الامطار او انزلاق العجلات. فمهم جدا ناخد بالنا، ممكن الامطار نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه في سيناء تؤدي لتشكل بعض السيول، مهم جدا ناخد بالنا ونتابع النشره الجويه. مع يوم السبت هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى هتكون 20 درجه مئويه، هيكون كمان في نشاط للرياح هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره، ففي تقلبات جويه مدتها 48 ساعه جمعه وسبت ان شاء الله ناخد منا، ان شاء الله يكون في تحسن من يوم الاحد القادم باذن الله. ان شاء الله يا دكتوره منار. بنشكرك دكتوره منار عضو منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وتعالوا دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. درجة الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة العظمى 27 والصغرى 16، أما في العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15، في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى هتكون 25 والصغرى 14، أما في العلمين الجديدة فالعظمى 25 والصغرى 15. لو روحنا لمطروح هنلاقي درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14، أما في دمياط فالعظمى 21 والصغرى 15، في بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14، وفي الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 14. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 27 والصغرى 13، وفي العريش درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، في سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 9، أما في طابة فدرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14، في حلايب العظمى 24 والصغرى 16، أما في شلاتين فالعظمى 27 والصغرى 17، في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، وفي الغردقة العظمى 26 والصغرى 14، في الفيوم العظمى 28 والصغرى 13، وفي بني سويف العظمى 29 والصغرى 12، أما في الوادي الجديد فالعظمى 34 ولكن الصغرى 15، في أسيوط درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12، وفي سوهاج العظمى 31 والصغرى 13، وفي إنا العظمى 31 والصغرى 13، في الأقصر العظمى 30 والصغرى 14، وفي أسوان الحرارة العظمى 31 والصغرى هتكون 16. كده تكون انتهت نشرتنا الجوية المفصلة، وزي ما حضراتكم تابعتوا مع دكتورة منار غانم النهاردة الظهر الأجواء هتكون حارة، بالليل مائلة للبرودة، بكرة وبعده أجواء شتوية وفي أمطار، فنخلي بالنا وخليكم معانا عشان هنرجع تاني لمصطفى ومنا واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم مرة تانية مصطفى ومنا. شكرا لك يا هلا. شكرا يا هلا. في شهر رمضان وفي كل المناسبات الدينية بيظهر التكاتف والمودة والمحبة بين المصريين. السنة دي القمص يونس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر قام بتعليق فانوس رمضان وزينة رمضان قدام مقر المطرانية علشان يشارك المسلمين فرحتهم بحلول الشهر الكريم. على فكرة دي مش أول سنة، كل سنة راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر بيعمل ده علشان يكون في حالة من البهجة والمحبة بين نسيج الشعب الواحد. تعالوا نشوف التقرير. النهاردة بنعلق فانوس رمضان اللي احنا اعتدنا سنويا بنعلقه على الكنيسة، ومن أيام قليلة عملنا شنطة أهل رمضان في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة العالمية. احنا بنصل للي هم الأكثر احتياجا والمستحقين يعني،
وإن شاء الله كده خلال شهر رمضان المبارك هيكون في وجبات ساخنة وهيكون في يعني حاجات برضو على الطرق السريعة للي هم مسافرين. يعني احنا بنعتبر انه شهر رمضان فعلا يعني شهر الخير والبركة والتراحم ومليء بالنفحات الروحية، وفي نفس الوقت يعني ده كمان بيتزامن مع أصوامنا، ودي حاجة كويسة جدا من حكمة ربنا ان الأصوام تتزامن والأعياد كمان هتقترب يعني من بعضها. في نفس الوقت يعني برضو الصوم مقترن بالصلاة، ويعني احنا بنشعر في مصر بان احنا نسيج واحد في وطن واحد، وده اللي بيألف القلوب وبيحبب الناس في بعضها، ان احنا كنا قريبين من بعض وبنحب بعض، ودي مصر الجميلة اللي هي فعلا كانت وما زالت وستكون بإذن ربنا، ان تفضل مصر يعني بشعبها وبأهليها ان كلنا مصريين. وده يعني المبادئ اللي أرساها سيادة وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى المسؤولية، إن شعب مصر هو شعب واحد نسيج واحد، وكلنا مصريين بنعيش على هذه الأرض الطيبة. فكل عام وحضراتكم بكل خير يعني، وربنا يعيد كل المناسبات ويبقى صوم مقبول إن شاء الله، وكل عام أنتم بخير. عادة مصرية وربنا ما يسعى لنا عادة. العادة المصرية إن إحنا متعودين بنفرح في الأعياد مع بعض وبنزعل لما في حاجة بتزعلنا مع بعض. يعني كلنا دايما المصريين باختلاف يعني دياناتهم بتلاقيهم في عيد الميلاد بقى عندنا أنوار في البيت وقاعدين فرحانين، وبرضو بتلاقي الفانوس موجود في رمضان في الشوارع. وانت كنت لسه امبارح يا مصطفى بتكلمني عن انك لما بتحب بتحس برمضان بجد شبرا. بتروح شارع زي شارع شبرا. شبرا عموما مش عارف بقى مين بيعمل ايه، فين المائده ممدوده ما بين البيت ده والبيت ده، اجمل حي، والايدين بتاعه الشباب من البيت ده والبيت ده عماله توزع وتحط وتشيل. احلى حي تشوف فيه شهر رمضان هو شبرا، ده حقيقي جدا. خلينا نروح لمظهر تاني من مظاهر الشهر الكريم اللي بيكون فيه رواج في عدد من السلع المرتبطه بهذا الشهر، وخصوصا التمر او البلح اللي بيكون عليه اقبال كبير، وده بتوفر منه في اسواقنا المصريه انواع كتيره جدا باسماء كتيره جدا. لطيف بقى ان اصحاب محلات التمور بقوا بقالهم فتره يطلقوا على انواع البلح اسامي نجوم الفن والكوره، يعني نوع من انواع الترويج او نوع من انواع التسويق للمنتج بتاعهم، وده بنلاقيه في اسواق كتير. خلينا دلوقتي نشوف اسواق ومحلات التمور في اسوان والاقبال عليها عامل ازاي، وايه اللي بيميز السنه دي عن السنه اللي فاتت. في بلح بلدي وبلح سكوتي، بلح برتمودة، بلح ملكابي طبعا، والإقبال أكتر حاجة السكوتي، ليه هو اللي طبعا العم بيبقى حلو يعني. وبعد كده في الجنديلة وفي الشمية، وأسعارها بتتراوح يعني من 30 ل 50، وأسعارها يعني ما زادتش كتير يعني، لأن هي طبعا إنتاج محلي وكدوت، وعندنا اكتفاء ذاتي بالنيابة، ونودي طبعا لبحري وكده هوت من أسوان طبعا عشان فيها، والبلح طبعا عشان بيحب الجو الجاف، ويكون جو جاف وجو حار فبنتج بلح أحسن يعني وكده. أنا بشتري بلح ملكابي لأن البلحة حلوة، بحطها في الحليب بعد الفطار بتبقى حاجة كويسة، وبرضو بعد العشاء والأولاد بيحب يفطروا ويأكلوا منها، وحاجة جميلة يعني بسم الله ما شاء الله. باجي أخذ حاجة في رمضان وبهدي حبايبي وقرايبي، فباخذ حدود 10 كيلو سكوتي و2 كيلو أو 3 كيلو من كاب البيتي، وأسعارهم ممتازة وحاجتهم نظيفة إن شاء الله. البلح السكوتي عندهم ب 30 والملكابي عندهم ب 50 وحاجتهم ممتازة. ملكابي وبرتمودة وسكوتي وعينات وبلدي ودماء الأنواع، والأسعار تبدأ من 20 إلى 60. شرفت أسوان هنا، وأسوان مشهورة في البلح هنا، وإحنا اللي بنوزع بقى للقاهرة وإسكندرية، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.
أما بقى في مدينة الموصل العراقية هنلاقي مكان أو حي مشهور بصناعة الفخار والأفران التقليدية. الحي اسمه حي الكوازين. الحي أهل الحي بيشتغلوا فيه في صناعة الأفران من مئات السنين يا مصطفى. صحيح، أفران الفخار دي بيسموها هناك التنور، ولسه في كتير من أهالي العراق بيستخدموها في طبخ الأكلات الشعبية. يقضي الحرفيون في حي الكوازين في الموصل ساعات في صنع عجينة طينية خاصة تستخدم في صنع الأفران، وهي حرفة يقولون إنها تعود إلى آلاف السنين. تستخدم أفران الفخار المعروفة باسم التنور في صنع الخبز التقليدي، ولا يزال الكثيرون في العراق يستخدمونها لطهي المأكولات الشعبية مثل اللحوم والأسماك. والله شلايتنا أبن عن جد، صارنا تقريباً آلاف السنين، أجداد أجدادنا كانوا يشتغلون شغبات، تنيني يشتغلون، أمامي كانوا يعملون شغبات، إيه. والله يرحم أبوي هم علمنا عليها الشغلاي واشتغلناها. والله هي المهنة إن شاء الله ما تنقطعية، بس كثرة الغاز والأفران والعالم ما قامت تخبز للتنور، إشنو الدخان وما أعرف إشني وهذه هاي السوالف. وفي مخبز محلي يتم صنع خبز التندور الشعبي في فرن الطين، ويقول العاملون إن الطلب على هذا النوع من الخبز مرتفع دائماً لأن تنور الطين أحلى وأجمل أنواع الخبز. طلاب جامعة أسيوط جمعوا على نفقتهم الخاصة 1000 كرتونة من كراتين الخير. عايزة أقول لك يا مصطفى، دايماً البركة في الشباب، لما نيجي نعتمد على الحماس وعلى الشغل وضخ الدماء الجديدة هتلاقي الشباب دايماً عندهم الحماس إنهم يعملوا حاجة مختلفة، هتلاقيهم أقرب للفئات المختلفة، قريبين من الكبار عارفين وجهة نظرهم، وقريبين من الصغيرين لأنهم ما بعدوش عن السن كتير، هتلاقيهم حركتهم طول الوقت موجودة في الشارع وفي الأماكن المختلفة، فمحتكين بفئات مختلفة من الناس، فأكثر إحساساً حتى باللي حواليهم، فهتلاقي إن دايماً عندهم معلومة ودايماً عندهم طريقة. وأنا كمان مبسوط جداً من حركة التطوع اللي موجودة في شبابنا المصري، بتديهم وبتسقلهم، ومهما كان بتخليهم قنوعين طبعاً. بتخلي عندهم حالة من حالات الرضا. أنت لما تنزل بإيدك وفي قرى تعمل سقف أو توزع كرتونة أو تروح مقابر عشان المسنين أو تروح مش عارف أيتام، عمرك ما هتبص اللي فوقيك وتقول أنا معايا عربية عايز أجيب أحسن منها، ومعايا موبايل عايز أجيب أحسن منه، معايا سقف. لا، أنت هتقول الحمد لله. بتتكلم على تهذيب النفس طبعاً. الحمد لله وألف حمد ليك وألف شكر. عايز أقولك بقى كمان على ثقافة التطوع نفسها ونشر ثقافة التطوع، إن الموضوع اختلف، إن الموضوع إنك بتنزل في وقت فراغك أو كده، لا، الموضوع بقى التزام تام، لأن في نوع من أنواع الاستثمار بيحصل في الشباب إنهم يبتدوا ياخدوا كورسز ويتعلموا، بيتحط في السي في، يكتسبوا خبرات، بدل ما يجي يبتدي بعد ما يخلص شغله عايز يكتب سي في يلاقي السي في فاضي، لا، هيلاقي كتير من الشغل اللي عمله في الشغل التطوعي. أعتقد إن ده هيختلف. خلينا نشوف طيب الشباب عملوا إيه في أسيوط ونرجع تاني. أسيوط، يلا بينا. الفكرة عندنا إن إحنا عملنا حاجة ذاتية بيننا وبين بعض، وقلنا نعمل حلمنا يعني، وقلنا نعمل 1000 كرتون، وربنا أراد إحنا جمعنا الألف كرتونة وبدينا نجيب الحاجات بجهود الذاتية من أماكن الناس برضو ساعدتنا فيها وكده، لغاية ما وصلنا إن إحنا بدينا جبنا الأسرة بقى وبدينا نجمع الكراتين ونعمل العدد اللي هو اللازم. كرتونة الخير، إحنا كلنا طلاب من أجل مصر في الخير، إحنا هدفنا الأول والأخير مساعدة الطلاب زمايلنا. إحنا كوننا الكرتونة دي بمساعدات ذاتية بيننا وبين بعض، بدأنا نجمع بهدف إن إحنا نساعد إخواتنا وزمايلنا الطلاب الآخرين، بدأنا طبعا نجمع مننا ومن الأهالي عندنا بحيث إن إحنا نقدر نكون المجموعة دي من الكراتين، وإن شاء الله شغالين فيها على طول رمضان
شاء الله نقدر نجمع عدد اكبر من كده. الكرتونه دي بمساهمات طلابيه بنسبه 100%، بالاساس برضو ان في ناس برضو بتساعدنا، قدرنا نوصل لجمعيات وحاجات من بره، قدرت توفر لنا المواد الخام، احنا اللي بنقوم بتعبئه الكراتين نفسها، يعني بنحاول نوصلها للطلبه بطريقه ما تخدش حقيقهم، ان الطلبه برضو الغير مقتدرين ما بيحبوش يبينوا الحته دي، فاحنا بنحاول نعملها في حاجه كويسه جدا. كرتونه يعني معده كويس، البنيه بتاعتها كويسه جدا، عشان يبقى ما فيش اي حرج للطالب الجامعي ان هو يبقى يقبل علينا وياخد الكرتونه من غير اي حاجه. عقارب الساعة الآن بتشير إلى 9 تماما بتوقيت القاهرة، وده موعد موجز الأنباء بصحبة زميلتنا هالة الحملاوي. يا هالة. شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الافتتاح قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بدار القرآن الكريم، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل حول طبيعة المركز الذي يعتبر ثالث أكبر مبنى في العالم. كما أدى الرئيس السيسي صلاة فجر أول أيام شهر رمضان المبارك في مركز مصر الثقافي الإسلامي. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، موجها الشكر للشباب والأيدي العفية التي تبني وتعمل بالعاصمة على مدار الأعوام الماضية. وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته العمال في العاصمة الإدارية في مائدة سحور أولى ليالي شهر رمضان الكريم أن هذه القطعة من الأرض كانت صحراء قبل فترة، وأضحت الآن صرحا معماريا حضاريا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل العاملين فيها. وتمنى الرئيس السيسي أن تشهد مصر أياما طيبة وجميلة وفيها كرم ربنا سبحانه وتعالى. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الكونغرس للموافقة على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لانضمام الولايات المتحدة مجددا إلى اليونسكو، مؤكدا أن غياب بلاده عن هذه المنظمة الأممية ترك الصين تستفرد بوضع قواعد الذكاء الاصطناعي. وقال بلينكين أمام لجنة في مجلس الشيوخ خلال تقديم الميزانية إنه يجب العودة إلى اليونسكو مرة أخرى، مضيفا أن بلاده تعمل على قواعد وأعراف ومعايير للذكاء الاصطناعي. قالت البحرية الأمريكية إن بيان الجيش الصيني بشأن إبعاد مدمرة أمريكية من بحر الصين الجنوبي غير صحيح، مشيرة إلى أن المدمرة ميليوس كانت تقوم بعمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي. وكان الجيش الصيني قد قال في بيان أنه قام بمراقبة وإبعاد مدمرة أمريكية دخلت المياه الإقليمية للصين بشكل غير قانوني حول جزر بارسل في بحر الصين الجنوبي، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي. رفعت معظم البنوك المركزية في دول الخليج أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في انعكاس لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بالنسبة نفسها. ورفع المركز الإماراتي أسعار الفائدة إلى 4.9%، فيما رفع المركزي السعودي أسعار الفائدة ليبلغ سعر إعادة الشراء 5.5%. ورفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الودائع لتبلغ 5.25%، والإقراض لتبلغ 5.75%. تعرضت بلدة في ضواحي لوس أنجلوس لإعصار نادر ما ألحق أضرارا بالعديد من المباني التجارية. أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا قد هبط في مونتبيلو في وقت متأخر، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من ضرب إعصار لبعض المناطق غرب لوس أنجلوس.
ورياضيا، يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في 9:30 مساء اليوم باستعداد الدفاع الجوي حول مباراة ملاوي المقرر لها 9:00 مساء غد الجمعة في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار. انتهى موجز 9:00، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. مصر هي الدولة الأهم اللي بتتميز بفن الإنشاد الديني، قدمت للعالم منشدين عندهم أصوات من السماء وإحساس نقدر نقول عليه مليء بالخشوع، عشان كده قدرت إن أعمالهم إنها تعبر وتعبر وتوصل لقلوب الناس وتسكن كمان في وجدانهم. من أبرز وأجمل الأناشيد عن رمضان اللي قدمه الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ سيد النقشبندي وطبعا غيرهم. صحيح، دولة التلاوة في مصر لا تنتهي. دلوقتي ربما صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بيرعى مبادرة ومدرسة لتعليم الإنشاد الديني. المدرسة دي خرجت عشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب خلال شهر رمضان. هنعرض لكم عدد من النماذج والمواهب والأصوات الجميلة اللي بتزخر بيها مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. أول موهبة معنا هي موهبة لأحد أصغر المنشدين وهو مشرف فتحي البنا. أشرقت شمس التهاني وبدا بدر الفلاح وحظينا بالأمان والسعد لاح كالمصباح عطر مدرسة الإنشاد الديني فيها كتير كتير جدا من المواهب مختلف الأعمار السنية من الصغار والكبار. النهاردة معانا موهبة صغيرة في السن 13 سنة، هو الطفل مشرف فتحي البنا، هو من البحيرة وبيجي مخصوص من البحيرة علشان يحضر الدروس في مدرسة الإنشاد الديني. أهلا بيك يا مشرف وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير. قولي انت الانشاد الديني ازاي دخلت فيه؟ انا كنت شفت المدرسة الانشاد، اعلان مدرسة الانشاد على الانترنت، فقدمت فيها ودخلت الاختبار واكتسته ودخلت بقى المدرسة. المدرسة بتقبل اعمار سنية صغيرة؟ صغير وكبير وكل. كان معانا ناس سنها 50 و60 سنة. استفدت ايه في المدرسة وانت في المرحلة السنية دي؟ طبعا انت الواحد ما ينفعش يقعد يوم من غير ما يتعلم فيه حاجه، لازم كل يوم تتعلم حاجه، فاستفدت حاجات كتير. يعني مثلا هما كانوا بيجيبوا لنا دكاتره من كليه الموسيقى تقريبا بيعلمونا المقامات والفوكاليز وكده، الدكتور محمد العجيمي والدكتور عثمان ومين تاني كمان، وطبعا الدكتور طه الاسكندراني كان بيدربنا كتير، وما ننساش الفضل للشيخ محمود الطهامي. شايف نفسك دلوقتي ازاي او انت استفدت ايه؟ ايه اللي ضاف لك في هذه المدرسه، مدرسه الانشاد الديني؟ معرفه بعض المعلومات. يعني طبعا كل واحد زي ما انا قلت لحضرتك لازم يتعلم كل يوم حاجه جديده. ففي معلومات كتير انا ما كنتش خدتها، يعني استفدتها من المدرسه او كده. يعني زي مثلا يعني مثلا التفريد، الارتجال، طبعا حفظونا توشيحات كتير. توشيح صعبه انك تحفظها لوحدك، وما ننساش الفضل يعني مش محمود. بس ايه اللي خلاك تخش في مجال الانشاد الديني، او ايه اللي حبيبك في المجال ده بالذات يعني؟ وانا الحمد لله موهبتي ان صوتي كويس،
فاحنا حبيت استغل صوتي اللي هو في الانشاد الديني، بحس انه يعني الغناء ما بحبوش، يعني الانشاد الديني يقربني من الله سبحانه وتعالى. حلو حلو استغل الصوت فيه وكويس. يعني مين قدوتك في من المنشدين وكبار المبتهلين؟ طبعا الشيخ والمنشد الكبير مصطفى عاطف، والشيخ محمود هلال، والشيخ معتصم العسلي. هل بتحب كمان المنشدين القدامى مثلا او من التراث او كده؟ الشيخ طه الفاشني مثلا، الشيخ النقشبندي. حافظ ايه للشيخ طه الفاشني؟ يا ايها المختار. طب خلينا نسمع كده ابتهال للشيخ طه الفاشني. تمام. يا ايها المختار، يا ايها المختار لمدحه ما شاء الله عليك. رائع جدا جدا. يعني هل الموهبه دي ورثتها عن حد من الاهل او الاقارب او كده؟ انا ليا والدي وجدي منشدين برضو، ولا مجرد ان صوتهم حلو؟ لا هو صوتهم كويس، بس ما دخلوش مجال الانشاد او قرروا ان هم يدرسوا زي ما انت اخذت الاتجاه ده ومشيت فيه. طب قول لي ازاي بتقدر تحافظ على طبقه صوتك؟ وما شاء الله طبعا واضح ان طبقه صوتك صوتك قوي وعريض، ازاي بتقدر ان انت تحافظ عليه وانت كمان لسه صغير في السن، فتقدر تحافظ على قوته في خلال السنوات اللي جايه لغايه ما تكبر باذن الله؟ يعني مثلا قبل اول ما نقوم من النوم مثلا ما ينفعش نزعق كتير، ما ينفعش نعلي صوتنا، اللي هو نقول حاجه بسيطه او كده. هل حابب يكون في المستقبل ليك كلمات خاصه بيك والحان خاصه بيك واناشيد خاصه بيك بتحمل اسمك؟ طبعا حابب، بس انا عامه ليا يعني. طب فعلا؟ طب قول لنا ايه ليك من اناشيد؟ انا ليا انشوده اسمها وفا لهنات البراق. دي كلماتك ولا كلمات؟ لا هي دي كلمات الامام ابو العزايم الحاني. انت كمان بتعرف تلحن؟ انا ملحن نفسي. ده موهبه ما شاء الله عليك يعني. الله يكرمك. دي كانت سمعني جزء منها. جزء منها جدا. وفى لحضرته البراق منجما، وتاه جبريل الأمين مسلما، ناداه قم للقرب وانهض سيدي، فالله قد صلى عليك وسلم، الملك والملكوت زين بالصفا لمقامك السامي الرفيع تكرما، بادر لحضرة قدسه وجماله، وتملى يا طه برؤية من سما. عظيم جدا ما شاء الله عليك يا مشرف. طب قول لي انت شايف مستقبلك ازاي في الانشاد الديني، او ايه هي طموحك بعد كده؟ انا نفسي ابقى في مسابقه عالميه اسمها الشارقه في الامارات،
نفسي ابقى منشر الشارقه يعني في يوم من الايام. ان شاء الله نشوفك قريب يعني ليك الكثير والكثير من الاناشيد والابتهالات الدينيه. مشرف فتحي البنا موهبه فريده، وهو واحد من مواهب مدرسه الانشاد الديني هنا في القاهره. انتظرونا ولقاء اخر وموهبه اخرى من مواهب مدرسه الانشاد الديني. دمتم في رعايه الله وامن. مشرف فتحي البنا كان ضيف زميلنا احمد الحسيني اللي بنوجه له كل الشكر على اللقاء المتميز اللي اجراه، وعرفنا اصوات مختلفه، واعتقد ده هيكون موجود معانا على مدار ال 30 حلقه في رمضان. هيكون معانا اصوات متميزه وهنتكلم فيها عن الانشاد الديني. في الحقيقه مش غريب على مصر خالص ان هي تبقى يعني ايه ولاده، ان هي تبقى منتجه لهذه الاصوات العظيمه، وان يبقى في طفل او في صبي صغير يمتلك مثل هذه الموهبة، عنده القرار سليم، عنده الجواب سليم، عنده العرب سليمة، عنده اللغة سليمة. مشروع نجم حقيقي يرفع اسم مرة تانية يعني، ويعيد أمجاد النقشبندي ونصر الدين طبار ومحمد رفعت مصطفى اسماعيل وكل الأسماء اللامعة في دولة التلاوة المصرية. أعتقد حاجة جميلة أوي، حاجة مختلفة، حاجة جميلة جدا ومختلفة، ولازم نراها عناية يا جماعة، لأنه ده لون ما اعتقدش ان هو يعني في دوله تانية بتتميز بيه. دوله التلاوه المصريه ليها شخصيه فريده جدا تختلف عن باقي المذاهب التانية او الدول التانية، في بالذات في قصه الابتهالات وقصه التواشيح يعني زي ما بنقول. اكيد دلوقتي معنا مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه مع هاله. يا هاله مستعده معانا اخبار وجوله؟ عندنا شويه اخبار رياضيه النهارده. شكرا يا منى، شكرا يا مصطفى. اعزائنا المشاهدين اهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اجمل بدايه، اجمل حكايه من مشيئه الرحمن. الباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. الدربي يبدأ مبكراً. وبنبدأ نشاطنا الرياضية مع المنتخب الأولمبي اللي حقق الفوز على المنتخب الزامبي بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمع المنتخبين على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. جه الهدف الأول من تسديدة رائعة لإبراهيم عادل في الدقيقة 73، الهدف الثاني سجله عبد الرحمن عاطف برأسية من على القايم القريب في الدقيقة 88. واستعرض البرتغالي روي فيتوريا مهاراته مع الكرة خلال تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة ملاوي في تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان السنة الجاية.
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هيرجع القاهرة النهاردة عشان الاستعداد لقيادة تدريبات الفريق في بداية التحضير لمباراته الجاية ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا واللي هتتلعب على استاد القاهرة يوم 1 إبريل الجاي. تم التأكيد على جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية واللي هتنطلق بكرة استعداداً لمباراة الأهلي قدام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد شكوته من الإصابة بشد في عضلة السمانة. كمان بيواصل فريق نادي الزمالك استعداداته لمواجهة البنك الأهلي يوم الحد الجاي في دور الستاشر لكأس الرابطة المصرية واللي بيأمل من خلالها الفريق للفوز والعودة للانتصارات. النجم الألماني مسعود أوزيل أعلن اعتزاله لكرة القدم بشكل رسمي، ونشر أوزيل بيان اعتزاله على حسابه في تويتر وقال بعد دراسة متأنية أعلن اعتزالي الفوري من كرة القدم الاحترافية. كان لي شرف أن أكون لاعب كرة قدم محترف منذ ما يقرب من 17 عام وحتى الآن، وأشعر بشكل لا يصدق عن شكري على هذه الفرصة. المسؤولين في فريق ريال مدريد الأسباني رفضوا زيادة راتب ماركو أسينسيو جناح الفريق لتجديد عقده المنتهي في يونيو 2023، وأكدت التقارير الإسبانية أن إدارة الريال بتتمسك بعرضها المقدم لماركو من أجل تجديد عقده مع المرينجي، وقدمت اللاعب 4 مليون يورو كل سنة. خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. أول ما رمضان بيهل علينا تلاقي بقى بعدها على طول حصل أزمة إدارة وقت، كتير مننا بيبتدي يعطل نظام حياته ويبتدي يعطل نظام شغله ويبتدي يرفع شعار فوت علينا بعد العيد أو بعد العيد إن شاء الله. ده طبعا الشعار المتداول يعني، وخلينا نقول إن الشكوى المستمرة بأن أنا مش عارف أعمل حاجة في رمضان، إن رمضان الوقت فيه بيخلص بسرعة، إن ما بلحقش أعمل حاجة، إن رمضان جه، كل الكلام ده ممكن يتغير بشوية تفكير في جدول الوقت بتاعنا، اسمه تايم مانجمنت أو فن إدارة الوقت. على الرغم من أن هذا الشهر الكريم بيعتبر فرصة عظيمة نقدر نستفيد منها في تنظيم جدول يومنا، إلا أن في عدد كبير جدا من الخطط اللي ممكن نستغل بها هذا الأمر أفضل استغلال. ده اللي هيكلمنا عنه دكتور رأفت يوسف خبير التنمية البشرية. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك. يا دكتور، لما نيجي نقول في ظواهر كده الناس بترصدها واحنا كمان بنرصدها ونقدر نقول عليها بتظهر نتيجه ايه؟ سوء استغلال الوقت، يعني بنلاقي صحينا نمنا، يعني او اليوم عايزين اليوم يبقى فيه يوم معاه تاني عشان نقدر نحس ان اليوم نقدر ننجز فيه حاجه. طيب، هو بس احنا هنبتدي بجورج برنارد شو، عنده كده جمله لطيفه جدا بيقول: الناجح لديه خطه وبرنامج، والفاشل لديه تبريرات. فالشخص الناجح ده هو عنده خطة. أي حاجة في الدنيا لو مش بنحط خطة يبقى احنا بنشتغل بشكل عشوائي. أقوى دولة في العالم دلوقتي في التخطيط هي الصين. ليه ناجحة؟ عشان بتحط خطة. هم عارفين النهاردة هيعملوا إيه، بكرة هيعملوا إيه، لكن فكرة اللي يجي في دماغي أعمله ده قصة العشوائية. حضرتك شفت قلت عليها ايه؟ إدارة الوقت. يعني هو الإدارة مش معناها ان انا مدير وتحت موظفين، لا، الإدارة فيها حاجات كتيرة جدا. ازاي ادير وقتي؟ ازاي ادير بيتي؟ ازاي ادير ثروتي؟ الوقت بصفة عامة فيه مشكلة لانه المهام المطلوبة مننا اكتر بكتير من الوقت المتاح. طيب، بيزيد القصة دي أصعب فين؟ في رمضان، نظرا لعدم انتظام النوم، نظرا لأن الناس بتقعد فترة طويلة ما بتاكلش، وبعدين أحيانا بتسيء بقى الأكل، أنا باكل حاجات كتيرة جدا بتصيبني بالتخمة، بتصيبني بالكسل، فأنا حتى بعد ما فطرت مش مركز لأن أنا الجهاز الهضمي كله ابتدى يشتغل، الدم كله راح للمعدة. فهنا ده معنى كده إن الوقت اللي ممكن يبقى متاح إن أنا أنجز فيه حاجات وقت إلى حد ما محدود. خلينا ابتدي مع حضرتك مثلا بالجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى. ناس كتيرة بتصاب وعدد الأطباء قليلين جدا، فاللي كان بيحصل انه عدد كتير من الجنود ابتدت تموت،
فابتدوا يعملوا بقى فكره التخطيط. طب انا عايز دلوقتي اعالج القصه دي واحسن المشكله الموجوده. قسموا المرضى لثلاث انواع او المصابين لثلاث انواع. نوع هيموت كده كده حتى لو حصل تدخل في ارض المعركه، ونوع اصاباته خفيفه حصل لو ما حصلش تدخل مش هيحصل له حاجه، ونوع في النص لازم يحصل له تدخل عشان يعيش. لما ابتدينا نعمل القصه دي حصل اداره جيده للوقت بتاع الدكاتره، وبالتالي نسبه الناس اللي ابتدت تعيش ابتدت تبقى اكتر. ده معناه انه انا لازم ابقى حاطط خطه. بعض الناس بتاجل حاجات كتيره جدا تعملها جوه رمضان، وده عكس الطبيعي. مفروض ان انا رمضان الوقت فيه صغير شويه، وقت التركيز قليل شويه، فلازم الحاجات اللي انا اقدر اخلصها قبل رمضان اخلصها. لكن لما باجي اكربس كل الحاجات جوه رمضان الاقي نفسي مش عارف اخلص اي حاجه. نقطة تانية مهمة جدا برضو الناس بتسأل عليها، طب وانا ابتدي بحاجة صعبة في اول اليوم ولا ابتدي بحاجة سهلة؟ انا قمت دلوقتي الساعة 8 9 10 ولسه احنا في بداية اليوم، ابتدي بحاجة صعبة او حاجة غلسة ولا ابتدي بحاجة سهلة وخلي الحاجات الصعبة لاخر اليوم؟ في مدرستين في القصة دي، لكن معظم يعني علماء الإدارة بيقول لك، حتى في كده كتاب لطيف اسمه كل الضفدعة او ايد فروج، يقول لحضرتك لما تيجي تبتدي ابتدي بحاجه صعبه او الحاجه الغلسه. ليه؟ لما بخلصها بحس ان انا تنفست الصعداء، خلصت اللي عليا. الله ينور عليك. لكن لما تحطي الحاجه الصعبه في اخر اليوم والحاجه الغلسه في اخر اليوم، طول ما انت ماشيه نفسك ما توصليش للنقطه دي. طب خلينا نطبق في رمضان، هنعمل ايه؟ يعني انا النهارده عندي جدول بيبتدي بيوم بيبدا، بعد كده في ساعات في النهار، بعد كده في النص حاجة اسمها الفطار اللي هي على صلاة المغرب، بعد كده بينتهي بالسحور. ازاي انا اقدر، حضرتك قلت ان احنا ممكن نعمل حاجات ننجزها اكتر في شهر رمضان، ازاي يعني استغل كل هذا الوقت في شهر رمضان؟ اول ما تبتدي الصبح تمسك ورقة وقلم وتعمل حاجة كده لطيفة كان عملها الرئيس الامريكي ايزنهاور، حاجة اسمها مربع كده فيه اربع حاجات، بيتكلم على فكرة الاولويات، المهم والعاجل، وده اول حاجه نبتدي بيها، واخر حاجه نختم بيها غير مهم وغير عاجل. ليه؟ المهم والعاجل لو ما خلصش هتبقى فيه كارثه بكل المقاييس. طيب، وانا بقى عارف ان انا تركيزي اكتر في الساعات الاولى من اليوم، او اول ما اقرب ناحيه الفطار ابتدي اعمل الحاجات اللطيفه بالنسبه لي اللي انا ممكن بشكل او باخر ابقى بعملها وانا مبسوط. الحاجة التانية أقلل استخدام السوشيال ميديا عشان دي بتاخد وقت طويل جدا. الحاجة التالتة وهي حاجة مهمة جدا، استغلال فترة ما بعد السحور. يعني احنا عندنا هرمون في الجسم كده اسمه الكورتيزول، هذا الهرمون هو مسؤول عن التركيز. فلو انا والهرمون ده اكتر فترة في الجسم بيطلع فيها من 4 ل 8 من 4 الفجر لغاية 8 الصبح. فالفترة اللي ما بعد السحور دي هي افضل الفترات اللي ممكن لو في حاجة محتاجة تركيز اقدر بشكل او باخر ان انا اشتغل فيها. الحاجات الغير مهمه خليها في الاخر خالص، ما اتعملتش مفيش مشكله. هي فكره ايه حضرتك؟ فكره اولويات. هو انا مستحيل هلاقي وقت يكفي كل المطلوب من عندي، لكن انا لو ما عرفتش اعمل الاولويات يبقى بالتالي في حاجه مهمه مش هتتعمل وفي حاجه اقل اهميه هتتعمل. مين اللي بيحدد يا دكتور نمشي بالسيستم ازاي؟ يعني اعتقد الكلام اللي حضرتك بتقوله لازم يبقى بينطبق على فئه عمريه معينه، صعب ان انا اخد اطفال مدارس بعد السحور اخليهم يفضلوا صاحيين لغايه الساعه 8 لان هم 8 هيكونوا موجودين في المدرسه، لكن احنا نقدر مثلا ان احنا نكون يعني نقدر ننجز اكتر في ككبار او كبالغين، فنقدر نحدد ازاي احنا اللي بنقول للولاد ونوجههم، ولا احنا اللي بنحط البلان، ولا بنسيبهم هم بقى بيحاولوا يكبروا ونسيبهم يعتمدوا على نفسهم بحيث انهم يبقى خلقين كده، او بنساعد على وجود شخصيات هي اللي بتتخذ قرار. هو ابنك حسب هو سنه قد ايه؟ وطبعا احنا بنعلم الاباء والامهات، فهو دي حاجه مهمه جدا، انه لو ابنك مش عارف يعمل حاجه ساعديه، لكن ما توصلوش لمرحله ان كل مره انت بتعملي له الحاجه كامله، لانك لو عملتي له الحاجه فروم اي تو زي او من الالف للياء مع الوقت مش هيعرف يعملها تاني. لكن اساعده، او ما يعرفش يعني ايه حط خطه. يعني الاطفال مثلا بيجوا في المذاكره مش عارف يعني ايه خطه مذاكره، مش عارف يعني ايه ان انا بحدد مثلا فصل معين هخلصه النهارده في الماده الفلانيه. حاجه مثلا مهمه جدا، معروف انه الحاجات اللي احنا بنقراها قبل ما ننام بتثبت في دماغنا، لانه الشخص لما بينام اخر حاجه دخلت المخ، المخ بيبتدي يعمل لها نوع من البروسيسنج. فانا بساعد ولادي طالما هم مش عارفين، مع الوقت ابتدي اعوده لا انت تعمل الخطه وانا هقعد اتفرج معاك على الخطه عشان اشوف هل الخطه دي معموله بشكل جيد ولا لا. في قاعده مهمه جدا في اداره الوقت اسمها قاعده البومودورو تكنيك. ده راجل ايطالي كان عنده تايمر كده معمول بشكل 18، كلمه بومودورو يعني 18. فلقى حاجه لطيفه جدا، وده التكنيك ده ينفع يتطبق في رمضان بشكل جيد جدا. هو
يشتغل 20 دقيقة وياخد 5 دقائق بريك، يشتغل 20 دقيقة وياخد 5 دقائق بريك، لما يكمل ساعتين ياخد 20 دقيقة بريك. التكنيك ده بيستخدم في حاجتين، في إدارة الوقت وإدارة الضغوط. ليه؟ في رمضان طبعا قدرة على التركيز قليلة جدا عشان نسبة السكر في الدم بتقل، فلما الخمس دقائق البريك اللي بين كل تلت ساعة والتانية اقف كده في الهواء الطلق كده، اخد نفسي، ابص لحاجه بعيده، ده يعمل لي نوع من الاسترخاء، يخليني لما ارجع بقى لل 20 دقيقه. احنا للاسف في مصر احيانا بنعتمد على فكره الكم، لا انا عايز اقعد 3 ساعات مره واحده. كل الحاجات العلميه سواء اداريه او طبيه بتقول الكلام ده غلط. ده انا لسه هقول لحضرتك، ده انا على ما اخلص ال 20 دقيقه عشان ادخل جوه المود تاني هاخد لي 20 دقيقه تاني، وعشان ارجع من البريك الخمس دقائق هاخد لي ربع ساعه عشان ارجع من البريك. حاجه صغيره اصل طالما ده بيتطبق في اماكن كتيره وناس ناجح، يبقى اللي ما بيعرفش يطبقه هو اللي عنده قصور. لكن هو التكنيك تكنيك كل الناس بتتفق عليه، كل الدوريات العلميه في العالم بتتفق عليه، ناس بتطبقه وناس ما بتطبقوش. يبقى المشكله مش في التكنيك، المشكله في الناس اللي مش عارفه. طب انا هقول لك مثال بسيط جدا على نفس الفكره، عشان انا اتخضيت حاسه ان انا اللي عندي قصور دلوقتي. لا 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 ما اقصدش، تعالي ناخد مثال بسيط كده، زي مثلا ان ال 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 القيلوله المفروض تبقى قد ايه؟ تلت ساعه. بعض الناس يجي يقول لك ايه ده انا اساسا على بال ما بدخل في النوم باخد ساعه. اقول له حلو جدا، هتدرب نفسك مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما توصل لتين. اي تكنيك بيتقال لحضرتك هو تكنيك صعب في الاول، لانك مش متعود عليه. انا متعود دلوقتي اسوق كده، لما اجي اقول لحضرتك لا لازم تمشي في خط مستقيم تقولي لي صعب، اقول لك اتعودي. هو ده فكره او نجاح الشخص في انه يتعلم مهاره جديده. عمر اي شخص بيجي يتعلم مهاره جديده هتبقى سهله بالنسبه له، لازم يبذل مجهود. طيب انا لو عايز اعمل ده وسط الاسره يبقى في تايم مانجمنت او فن اداره وقت، يبقى في نوع من انواع توزيع المهام. هنفترض ان فيها اسره، في اب ام ابن ابن، نعمل ايه؟ في قاعدة مشهورة جدا في الإدارة اسمها قاعدة الثمانين عشرين، بيقول لحضرتك ادي 80% من وقتك لأهم 20 حاجة عايز تعملهم النهاردة، أهم 20% من الحاجات اللي أنت عايز تعملها النهاردة. بمعنى إن أنا دلوقتي مثلا ممكن يبقى عندي حاجات محتاجة أخلصها في الوقت من 9:30 لغاية 1:30، زي مثلا بنك، يبقى دي لازم أديها أولوية لأن أنا ما أقدرش أجلها لآخر اليوم. في حاجات مثلا ابني عنده مشكلة في المدرسة وأنا محتاج أروح له. حاجة كمان مهمة جدا وحاجة بترتب الحاجات، الأماكن بتاعتها شكلها إزاي، لأنه برضو أحد النقاط الأساسية أنه حاجة بتضيع وقت كتير جدا في المسافات اللي بتقطعها في البحث. فده في حد ذاته حاجة مهمة جدا، أن أنا بعرف إيه اللي حطه في الأول وإيه اللي بعده. في حاجتين ممكن أخلص، يعني هقول لحاجة مثال بسيط جدا، الشهادات اللي بتستخدم في الكواليتي زي حاجة اسمها السكس سيجمام. يجي يقول لحضرتك مثلا انت بتعمل شاي دلوقتي وعايز ما تاخدش وقت طويل، ده مثال بسيط عشان بس المشاهدين يبقوا فاهمين. انا ممكن دلوقتي انا عايز املا البراد واحطه على النار وعايز اغسل الكوبايات، امشي ازاي؟ بعض الناس يقول لك طب اغسل الكوبايات في الاول وبعدين احط الميه على النار. طب ليه؟ ما انت حط الميه على النار على بال ما الميه تسخن تكون حاجه بتغسل الكوبايات، تحط الشاي والسكر. انا هنا اخدت ايه؟ اخدت وقت اقل بكتير. هي فكره احط اولويات، احط الحاجات اللي تمشي مع بعض في نفس الوقت. لو انا شاطر وعندي حاجه اسمها ان انا مالتي تاسك واقدر اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، حلو جدا. ويمكن الستات متميزين في القصه دي اكتر من الرجاله، ان هم ممكن تقدر. بس خلي بالك من حاجه صغيره، لو مش هتقدر تعمل المالتي تاسك بلاش عشان ما تلاقيش الحاجات كلها طلعت بشكل سيء في الاخر. نقدر يس يس، ما هو هقول لك حاجه صغيره، كل حاجه في الدنيا ممكن تتعلميها، كل حاجه طالما انا عندي الاراده، طالما انا عندي الحافز، طالما انا عندي الرغبه، هقدر اتعلم اي حاجه. هل عندي الوقت؟ الايه سوري؟ الوقت. ما هو حاجه اللي تقدري يعني تخلقيه. في بعض الاوقات الاشخاص بتبقى مضغوطه جدا في الوقت نتيجه لعدم اداره الوقت بشكل جيد اللي كنا بنتكلم فيها. وقتها بقى ننصح ان احنا نوجه الناس انها تعمل ايه؟ نقول لهم لا وابتدي اشتغل على مهاراتك، ولا مش عارف يا دكتور صعب ان احنا نقول مثلا استنى لما يبقى عندك وقت فاضي؟ مش دايما الناس بتعرف تلاقي ان عندها وقت فاضي، واول ما بتدخل في دوامه الحياه ما بتبقاش عارفه تلاقي متنفس. طيب هقول لحضرتك حاجه صغيره، امتى الواحد يقدر يتعلم مهارات جديده؟ احنا عندنا مشكله كبيره جدا اسمها التسويف. التسويف انا مزنوق، خليها بكره، خليها بعده. هقول لحضرتك مثال بسيط جدا اللي هو اقرب ما يكون للتاجيل. هو التسويف هو التاجيل. هو معناه انا يعني طالبه مني حاجه غلسه شويه، انا مش عايز اخلصها دلوقتي. طب خليها بكره. هقول لحضرتك انت حضرتك اتخرجتي من الكليه، طب عايزه تعملي ماجستير، طب استنى شويه، طب لما اكبر شويه، طب لا مش عارف لما اتجوز. كل شويه تلاقي المسؤوليه تبتدي تزيد عليك. هقول لحضرتك مثال بسيط جدا، احنا عندنا حاجه لطيفه جدا ممكن توفر لنا وقت كتير نتعلم فيها حاجات
ما تتخيليهاش اسمها العربية. حاجة بتقعدي في العربية ساعة مثلا وانت رايح الشغل وساعة وانت راجع من الشغل. لو انا اي حاجة انا عايز اتعلم انجليش، انا الانجليش بتاعي وحش، هحط شوية محاضرات على فلاشة واسمعها في العربية، ادي وقته. لكن حضرتك لو هتقولي لي مثلا انا عايز اطور نفسي فانا عايز حاجة شهر كامل متفرغ، مش هتلاقي الشهر ده، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ أيوه. مش هتوصل حاجه. الوقت اللي احنا بنقعده على السوشيال ميديا تتخيلي معظم الدراسات بتقول كام؟ من ساعتين لثلاث ساعات في اليوم. طب الناس بتشتكي ان انا ما عنديش وقت وبتقعد على السوشيال ميديا من ساعتين لثلاثه في اليوم، هما مش ورا بعض، هما بيعملوا ايه؟ ربع ساعه دلوقتي، خمس دقائق. اللي بتعمليه ده حضرتك في السوشيال ميديا تقدري تعمليه في حاجه ممكن تبقى مفيده بالنسبه لك. لكن احنا بنحب دايما نروح للحاجه اللطيفه، الحاجه الصعبه نخليها بكره او بعد. لا، احنا عايزين نتعود. وخلي بالك انا مش ضد فكره الترفيه، لان برضو لو انا نفسيا كويس هقدر اشتغل كويس، فانا ما عنديش مشكله ندخل على الحاجه اللي بتبسطني اللي هي السوشيال ميديا. بس زي ما بقعد مثلا ساعه على السوشيال ميديا، خليني اقعد ساعه برضو اطور نفسي، اقعد ربع ساعه هنا وبعدين ادخل، يعني اقدر اعمل ميكس كده ما بين الحاجه اللي بتسعدني والحاجه اللي بتخليني اعمل نوع من التطوير. هل في تدريبات معينه لان انا اتجنب ادمان السوشيال ميديا؟ طبعا في حاجات كتيره جدا. هو السوشيال ميديا مشكلتها الاساسيه في ايه؟ انه حاجه اتعودت عليها كهابت. لو لقيت حاجه تانية ممكن تبقى بنفس درجه المتعه بتاعت السوشيال ميديا، يعني مثلا حضرتك بتحب رياضه معينه، انا دلوقتي لو الرياضه دي متاحه قدامي هعمل ايه؟ هلعب. يعني هقول لك بعض الشباب لو انت قلت له مثلا العب كوره، هو بيحب الكوره، وقلت له ادخل على السوشيال ميديا يقول لك العب كوره. طب هو ليه بيدخل على السوشيال ميديا كتير؟ لانه ربما يكون فرصه انه يلاقي مثلا ملعب او يلاقي حد من زمايله يشجعه. اقول لك مثال تاني، الرياضه، في ناس بتحب الرياضه بس بتكسل، فاسهل وانا قاعد كده افتح السوشيال ميديا واتفرج على الفيسبوك. حلو جدا. لو انا ظبطت مع حد صاحبي انه يعدي عليا، صاحبي جدا الراجل، بوقف بره واقول له انا مش هنزل. يعني انا بعمل ايه؟ بدور على الحاجات اللي تجبرني ان انا اعمل الحاجه. الله ينور عليك. الحاجه اللي ممكن ابقى مش عايز اعملها، يعني اضيع وقتي في الحاجه اللي بحبها. الله، والحاجه اللي بحبها وتكون مفيده بالنسبه لك، وده اللي هيبعدني عن تضيع الوقت في السوشيال. الله ينور عليك. يعني حضرتك مثلا لما تيجي الام تقول للولد ما تقعدش على السوشيال ميديا وهو قاعد في البيت اجازه طويله مثلا في الصيف، طب ما هي لو ما اوجدتش بديل لي، طب هو هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ صحيح. هو لازم يقعد قدام التلفزيون او قدام السوشيال ميديا. طب انا دلوقتي لو هو بيحب اصحابه ومثلا العيله فيها شويه اولاد، طب هنخرج ناخد المجموع، هيقول لك هخرج، او هيقول لك هخرج. انا عملت ايه هنا؟ او جت له، لكن هيخرجوا ويقعدوا يتجمعوا على السوشيال ميديا وهم قاعدين. لا، شطارتك بقى، حاولي بقى ان انت يعني عارفه مثلا لو هم دلوقتي قاعدين مثلا في ملاهي معينه بيلعبوا. لا ده حقيقي. او ممكن تشترك حتى في خروج الاطفال والكبار، بتلاقي الناس قاعدين وفي التجمع. طب النهارده اول يوم رمضان اهو، الناس تشهد علينا، شوفوا النهارده الناس بعد على ترابيزه الفطار، على ترابيزه بعد الفطار مجرد ما الشيوعه الحديث المتبادل اختفى. على اي حال احنا عندنا فن كبير جدا اسمه فن اداره الوقت او التايم مانجمنت. ده انت اللي تقدر تعمله. اعتقادي الشديد ان اللي قاله الدكتور رأفت يوسف خبير التنميه البشريه فحوارنا النهاردة منصب حوالين الإرادة الذاتية. أنت لو عندك أنت من جوه إرادة أن أنت تنظم وقتك هتعمله، لو قادر تعمل ده هتعمل، لو عايز تعمل ده هتعمل، لو عايز تنظم وقتك وتروح تلعب كورة أو تقرأ أو تعمل ماجستير أو تطور نفسك هتقدر، لو مش عايز القرار بإيدك أنت. وفي النهاية رمضان فرصة عظيمة جدا أنك ممكن تعمل حاجات كتير قوي. رمضان كريم يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. نقابلكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، وصباح الخير يا مصر. موجودين معاكم من الساعة 8 وللساعة 10 في ميعادنا الجديد على مدار شهر رمضان إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب.